في غضون ذلك، دفعت القوات الأمنية صباح اليوم بتعزيزات إضافية لحماية الوزارات والدوائر الحكومية بعد محاصرة المتظاهرين لعدد منها. وقالت مصادر في وزارة الداخلية أن القوات الأمنية المكلفة بحماية الوزارات ترافقها قوات سوات ومكافحة الشغب وعناصر من الاستخبارات فرضت طوقا أمنيا حول دوائر الدولة ووزاراتها، فيما منعت دخول أي شخص من غير الموظفين إلى داخل المقار الحكومية.